أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يصح هذا الدعاء: اللهم أني أسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون؟ لا، هو وجه الشفاء بهذا، هذا دعاء صحيح وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فما هو وجه الإشكال؟